بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا مكملين مع بعض. عايزين نعمل النهارده بروجكت كده خفيف مع بعض، نجرب فيه الفانكشنز، وكمان نتعرض على ازاي نستخدم البايثون انسايد الباش سكريبت. بس حابب، بس اول حاجه كنت نسيتها المره اللي فاتت، لما احنا جينا قلنا ان احنا عملنا سورس للباش، فبيخلي لك الفاريبلز بتاعتك في نفس الكرنت شيل وفي نفس الوقت الفانكشنز، which means ان انت ممكن تستخدم الفانكشن دي. يعني انا مثلا عندي الفانكشن اللي اسمها اد، فممكن بعد كده استخدم الاد دي وكأنها كوماند يعني، وجدع سوري وجدع الريتيرن بتاعها، الاقي ان هي شغاله عادي تمام ومفيش مشكله. كان عندي فانكشن برضو اسمها تيست، هتلاقي بعد كده تيست 2 مثلا وتيست، بس كانت في فانكشن اسمها تيست اللي هي غالبا هتبقى دي تيست موجوده، اللي هي كانت بتديسبلاي تيست، وتيست 2 برضو اللي كانت بتديسبلاي تيست 2 برضو موجوده. لو جينا مثلا نقول ديسبلاي هلو، يعني انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول ان انت البيلت ان فانكشنز اللي انت عملتها دي، او سوري مش البيلت ان، الامبلمنتيشن فانكشن اللي انت عملته ده كانه اتحول لكوماند، يعني خلاص بقت حاجات دي ممكن تستخدمها بعد كده. اوكي طيب، خليني نروح بقى نشتغل في سكريبت كده لطيف. السكريبت ده كل اللي بيعمله ان هو بيعرض لك مواعيد الاذان، وفي كذا طريقة تعمل بيها الكونسبت ده، من ضمنها عمليات كالكوليشنز معينة وكده. بس في طريقة تانية لطيفة أنا حبيت أحتك شوية ب يعني HTML، إن أنت تعمل ريكويست على سيرفر وتجيب الداتا بتاعته وتبتدي الأناليسز، بحيث إن ده بداية الـ IoT. فده API لطيف، لو أنت طلعت عليه بيطلع لك زي جيسون فايل. هو مش زي، هو بيطلع لك جيسون فايل بيبقى فيه الكود هو سكسس ولا لا، والستيتس ايه حالتها، وبيبتدي يعرض لك الداتا. من اهم حاجات في الداتا دي اللي انا مهتم بيها التايمنج، يعني مثلا الفجر بيقدم الساعه كذا، السن رايز كذا، الظهر كذا، العصر كذا، وايه بالمواعيد كلها. اوكي فانا فور اكزامبل، لو انا على الشل، هات لي اي شل كده، لو انا على الشل وعايز اجيب البادي بتاع الويب سايت ده، بنستخدم كوماند اسمه كيرل. كيرل ده بيبتدي يبعت لي، يعمل لك الريكوست. اوكي سوري، هستخدم كل بس، وهستخدم احط الحاجات دي كلها في دبل كوتيشن عشان في سبيسز وكده، هو بيمابها بحاجة تانية، فهستخدم بس الكل السبيس. طيب فزي ما انت شايف كده، جاب لي الجيسون فايل اهو كله، في بالتايمنج اهي، بالفجر مش عارف، بالسان رايز، بكل حاجة. فانا عايز وانا اروح بقى على الباش استخدم الكل ده، بحيث ان يجيب لي الراجل ده كله كده في variable معين، اسجل كل الريسبونس ده في variable، وابتدي بقى ابارس الفاريبل ده، اطلع منه التايمنج ده بس. اوكي طيب تعال نروح نشوف انا عملت ايه. اول حاجه رحت فتحت طبعا شلاي باش عادي، وعملت الشي بانج بتاعتنا، وخزنت في الفاريبل الكيرل، وادي اسم الويب سايت اهو. وبعد كده عندي كوماند اصلا في اللينكس حاجه اسمها جيسون اندرسكور بي بي بي، ممكن يعرض لك الحاجه في شكل الفورمات الجيسون. يعني اللي جاي لي ده كده دلوقتي كسترينج، فانا مش شايف منه حاجه، ممكن اجي اقول له ايه بايبو، يعني بعد كده ودي لي الاوتبوت ده على الكوماند اللي اسمه جيسون. ده كوماند بيلت ان في اللينكس او في الاوبونتو اكشلي، يعني مش في اللينكس. وهاجي اقول له داش اف في اختصار لفورمات، طلع لي الفورمات على انه جيسون. بص الاوتبوت هيبقى شكله عامل ازاي، الطف اللي هو طلعه لك في شكل فكره جيسون. واللي مش عارف الجيسون خليني اعرفك سريعا، الجيسون هو عباره عن ايه، بيبقى عباره عن كيو فاليو. كيو فاليو اشبه بالديكشنري، او مش اشبه، هو فعلا الديكشنري اللي موجود في البايثون، كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو. فبالنسبه لي مثلا فور اكزامبل التايمنج هنا دي بتبقى الكي، وكل دي الفاليو بتاع التايمنج ده. اوكي طيب، عايز بعد كده ابتدي بقى استخدم الفاربل ده على اني ابارسه. فانا عامل تو فانكشنز اكشلي، فانكشن بتبارس بالباش، وفانكشن بتبارس اصلا بالبايثون. هتلاقي هنا كاتب كود بايثون. اوكي طيب تعال نمشي واحده واحده. جيت هنا عملت فانكشن وقلت جيسون اندرسكور بارسر اندرسكور يوزنج بايثون، لان ناخد بالنا ان انت ما ينفعش تعمل كده. اوكي ما ينفعش تيجي في النيمنج تحط سبيس زي السي وزي السي بلس بلس والكلام ده، فعشان كده بحط اندرسكور. جيت اول حاجه عملتها اكسبورت للجيسون فايل بيساوي ايه اللي هو الريسبونس ده. يبقى انا لو انا جيت اعمل كده، اعمل سورس اهو للاذان، لو انا اوكي سيبك من الاوتبوت اللي طلع، لو انا جيت اقول له اطبع لي الجيسون فايل، هتلاقي فعلا ده الريسبونس بتاع الجيسون فايل اهو.
اوكي، يبقى انا كده خزنت فعلا الفاريبل بتاعي او الريسبونس بتاعي في فاريبل موجود على السيستم. طيب ده انا عملته ليه؟ كل الحركه دي انا عملتها بس عشان لما اجي اكتب كود بايثون اقدر اباصي الجيسون فايل ده للانفايرمنت فاريبل، فلما يجي الاو اس او البايثون يعني يطلع يشوفه يلاقيه موجود فعلا. اوكي، بدل ما تروح تكتبها في فايل، يعني كان في طريقه تانية ان انت تروح تكتبها في فايل وتخلي البايثون يروح يقرا الفايل، فدي طريقه برضو ان انا ايه كتبتها في جلوبال فاريبل والجلوبال فاريبل ده قدرت تطلع عليه بالبايثون. طب البايثون سريعا، انت ممكن هتلاقي حاجات كتيره يعني، بس من ضمنها ده السي بتقدر تكتب كوماندز اهي، ده السي بتقدر تكتب كوماندز كويس. يعني لو كتبت له بايثون ده السي فور اكزامبل، بايثون ده السي، كاتب بايثون غلط، بايثون ده سي، وجيت بعد كده هنا مثلا كتبت print hello هتلاقيه شغال معاك عادي خالص، وطبع لك كلمة، أنا نسيت double quotation، وطبع لك كلمة hello كويس زي كده بالظبط زي الايرور ده. فخلينا عشان أنا عامل كذا double quotation فخلينا نعملها كده أحسن. unexpected هو خد هو بايثون دي فيرجن كام؟ 2 اه اوكي، لا أنا عايز بايثون 3. ماله كاست بايثون 3 اصلا موجوده؟ طيب ماشي، بايثون 3 ده ماشي خليها كلها. اها ماشي كده تمام. هاجي بس كل اللي اعمله بس احط ديلي، او اكشلي ممكن نستخدم السنجل كوتيشن هنا بدل الدبل كوتيشن. اه في سبيس الانديتيشن ماشي، فهتلاقي طبعا لك كلمة هلو. فانت ده السي بتقدر تباصي للبايثون كوماند. اوكي طيب، فانا عامل هنا بايثون ده السي وبدأت اكتب كود. كتبت كود ايه؟ اكشلي انا رحت عملت الكود ده الاول في البايثون عادي، وبعد كده جاست جبته هنا عملته كوبي بيست يعني. فتعالوا نبص كده، انا هنا عملت امبورت الاول للسيس والاو اس. السيس كنت عامل لها امبورت ليه؟ تقريبا ملهاش لازمة، السيس هنا ملهاش لازمة فسيبك منها. طيب وال اه عملت امبورت للموديول بتاع الاوبريتنج سيستم والموديول بتاع الجيسون. طيب وجيت بعد كده عملت فاريبل اسمه اكس وخليته يجيب من الانفايرمنت فاريبل الجيسون فايل. فاذا انا لو جيت اطبع لك الاكس هنا، تعالى كده ناخد بالنا من الانديتيشن، وهاجي اطبع الاكس وهيش على ده وهيش على الفول لوب بتاعتنا، ونروح نرن تاني مين وكان اسمه ايه 15. طبعا ده according ان انا ناديت ال، هو انا بنادي هنا اني function بتاعت الباش؟ لا انا عايز انادي بتاعت البايثون، ونعمل كده اوكي اهو. ده طبع لك مين الاكس دي اللي هو الجيسون فايل اللي انا خزنته. اوكي انا هنا بطبع لك الاكس، طب والاكس دي مين اللي هو الجيسون فايل؟ فجاب كل الجيسون فايل. اوكي طيب جيت بعد كده عملت ايه؟ لودت الجيسون، عملت كولينج من الموديول بتاع الجيسون دوت لودز الاكس، فبالتالي البودي ده دلوقتي بقى فيه كل الجيسون فايل. لان هو باي ذا واي ستيل انا في السطر ده اه الاكس قريتها وزي الفل الاوتبوت بتاعي، بس بالنسبه لي لسه لو انا جيت اطبع التايب بتاع الاكس، اكس لسه ستيل سترينج، فانا عايز احولها من كلاس سترينج لكلاس اللي هو يبقى الجيسون، بحيث ان انا اقدر اكسس الكي والفاليو عن طريق الاندكسنج، وهاجي اشرحها ان ديتيلز كمان شويه. فالمهم يعني ان انا في السطر الحته دي بس لغايه دلوقتي كده حولت من سترينج يعتبر لجيسون. اوكي فاذا البادي دلوقتي بقى جيسون. طب يعني برضو هيفيدني في ايه ماله الكاسيت ان البادي بقى الجيسون؟ انت دلوقتي لو عايز تخش تطبع ال 200 دي، فكنت تيجي تعمل ايه؟ لو افترضنا ان الاوتبوت ده كله اسمه اكس كويس، وعايز اطبع ال 200، فبفتح بقول اكس وافتح سكوير براكت بالشكل ده كده، شبه الماب في السي بلس بلس برضو وشبه الديكشنري في البايثون، بفتح كده براكت واكتب كلمه كود، فده انا كده بالشكل ده هجيب ال 200. طب افرض فين الاوتبوت؟ افرض انت عندك بقى الكي اللي انت عايزه ده مش اوت اوف سكوب كده او زيرو نود، لا ده هو جوه نود. يعني تفتح داتا، بعد ما تفتح داتا تلاقي جوه تايمنج، فعشان اقدر اوصل للتايمنجز دي محتاج اعمل ايه بقى؟ اه بالظبط كده زي ما انت فكرت، محتاج اقول اكس اوف داتا وبعد كده اقول اوف تايمنجز. اوكي فده اللي انا عامله هنا بالشكل هنا ده كده، انا لودت الجيسون كله فقلت له اوف داتا، لو انا سبتها بس بالشكل ده هيقوم جاي طبيعي ليه بقى؟
فين انا تايه ليه معلش، لا هيجي يطبع لك كل ده، يعني هيطبع لك ده وهيطبع لك ده كمان، الهجري والمنص ومش عارف ايه وايه، هيطبع لك كل ده. انا مش عايز كل ده، انا عايز دي بس. فعشان كده دخلت جوه كمان وقلت له اوف تايمنج. فاذا دلوقتي البادي شايل التايمنجز دي انا، بس هي عامه يعني خليني برضو ايه اطبعها لك اهي، هي الشكل بس بتاعها ما كانش لطيف، ولذلك انا عملت فول لوب مش اكتر. طيب تعالى كده نران. ايوه بص، ده البادي اهو، الشكل بتاعه بس مش لطيف، اللي هو طبع لك كل حاجه ورا بعض. فكل اللي انا عملته ان انا عملت فول لوب. هي باي ذا واي ده لو جيت طبعت التايب بتاعه في البايثون ده عباره عن ديكشنري. ففي الديكشنري عندنا فانكشن اسمها ايتمز، بتبقى اوبجكت فانكشن بترجع لك الكي والفاليو. فالاي دلوقتي بتبقى واخده الكي والجي بتبقى واخده الفاليو. فعملت كل اللي انا عملته يعني فول لوب عشان يبقى المنظر بس اشيك شويه اهو بالشكل ده كده. اوكي طبع لك الكي والفاليو، كي والفاليو، كي والفاليو، كي والفاليو. طبعا ممكن نهيش على البرنت بتاع البادي ده عشان يبقى شكل الاوتبوت لطيف. طيب انا بالتالي لو جيت اعمل سورس كده ل ل 15 اذان ده، وبعد كده لو جيت على الباش هو هو، وعايز انادي الفانكشن دي اهو، بص كده جيسون بص اهو، ايه انا عندي كده تو فانكشن اهو، جيسون بارسر يوزنج باش وجيسون بارسر يوزنج بايثون. فانا هستخدم اللي هو يوزنج هو اسمه ايه بارسر الاول يوزنج بايثون اهو، طلعت لك برضو نفس الاوتبوت. اذا انا بعد كده ممكن الباش ذات نفسه ده ارنه مثلا على الباش ار سي، او ارنه في الانيت سكريبت او وات ايفر، ومجرد ما انادي الفانكشن دي هيتطلع لي مواعيد الاذان بتاعت النهارده. طبعا لطيفه يعني، هي حاجه لو انت فكرت فيها كده ممكن تستخدمها بعد كده بقى، ان انت تعمل تريسنج على التايمنج ده بالتايم بتاعك دلوقتي، لو حصل ماتش يبتدي يشغل لك ام بي 3 مثلا، يكون في الاذان مثلا لمشاري راشد وهكذا. طيب ده كده باستخدام الايه البايثون زي ما احنا شايفين في some of algorithm او a lot of software. لو استخدمت الباش ذات نفسه بقى الموضوع اسهل بكتير قوي، بس انت عشان تقدر تستخدم الباش فانت عندك ابلكيشن اسمه جي كيو، ده ممكن تسطبه عن طريق سودو اي بي تي جيت انستول جي كيو. ده بعد ما تسطبه ده بيقدر يفورمالايز الدنيا بشكل الطف. يعني انا عملت كيرل اهو وحولت الشكل بتاعي لجي، اكشلي مش محتاج حتى احول الشكل بتاعي لجيسون، هقول له بعد كده جي كيو دوت طبع لي الموضوع في شكل جيسون فايل. يعني الجي كيو ده بيفهم السترنج او الجيسون ويقدر يطبعه لك في شكل فورمات لطيف. افرض انا عايز اجيب الكود، باجي اعمل ايه بقى في الجي كيو ده؟ هاجي اقول له دوت كود، هيطبع لي بس الرقم اللي هو 200 اللي هو ده اللي هو الكي بتاع سوري الفاليو بتاع الكود. طب افرض انا عايز التايمنج، فانا عشان اجيب التايمنج في داتا وفي تايمنج. طب لو انا قلت اوف داتا بس، بص طلع لي ايه من اول الداتا كلها. طب افرض انا عايز التايمنجز دي بس، هاجي اعمل كده اهو اوف داتا اوف تايمنج، اهي طلع لي الشكل ده بس. فطبعا شكلها الطف واشيك. فانا ممكن اجي اعمل كده، اعمل ايكو للراجل ده واعمل له بايب زي ما انا عامل هنا بالظبط كده اهو، الاوتبوت عملت له بايب. فانا هنا عملت ايكو عشان بس اعمل بايب للراجل ده واقول له اطبع لي اوف داتا اوف تايمنج، وتعالى نهيج بتاعه البايثون ونفعل بتاعه الباش ونرن نفس الراجل ده، هيطلع لك نفس الاوتبوت. بس طبعا الموضوع لطيف شويه. ايه ده هو ليه طلع ثانيه عشان انا طبعي ده نهيج على ده تمام. فطبعا شكل الموضوع الطف شويه لان هو في الاول وفي الاخر كنت عايز اقول ايه في الاول وفي الاخر الابلكيشن ده بيقدر يعمل كلرنج للتيرمينال بتاعتك. ولو عايز تستخدم الفانكشن دي بعد كده ان هي تجيت لك كل مره الحاجه، فممكن تعمل لها كول على طول دايركت، مش سوري ممكن تعمل لها كول على طول دايركت اهو جيسون اندرسكور بارسر. بس طبعا في بج في اللي انا بقوله ده، الا وهو ايه، هو طبعا انت جيت ترن الكومنت طلع لك الحاجه. ايه البجايه؟ البجايه ان انت يعني الريكوست اللي انت عملته خزنته في فاريبل، فلو انت جيت بكره مش هيجيب لك الاذان بتاع النهارده او بتاع نفس اللحظه، هيجيب لك الاذان بتاع امبارح بقى. حد فاهم حاجه؟ اللي هو انت رنيت ده مثلا من 3 4 ايام فخزنت الريسبونس بتاعه في ريست، فبالتالي خلاص هو دايما ريست دلوقتي بقى شايل مثلا الاذان او مواعيد الاذان بتاعت يوم الاثنين وانت في الخميس، فبالتالي الدنيا ضربه معاك. فعشان تحل المشكله دي محتاج ان انت تعمل ايه، تحط دي جوه الفانكشن ذات نفسها، بحيث ان انت يوم لما تعمل كولنج للفانكشن
بالشكل ده كده، يوم لما تيجي تعمل كولينج للفانكشن يعمل في نفس at the same time، يبتدي يروح يعمل ريكويست يشوف مواعيد الاذان دلوقتي عامله ازاي. زي كده هتلاقي كل اللي اختلف. سوري، احنا ما عملناش سورس. نعمل سورس عشان نرن الفانكشن من جديد، وبعد كده ننفذ. هتلاقي بص مش بيطلع لك الاوتبوت على طول، لا بيروح يعمل ريكويست الاول. بس هو كده يعني اللي كنت عايز اشرحه.